من الناس كيجيو عندي العياده باش كيقول لي الله يخليك بغيتك ديري معايا واحد الكوتشينغ، ما فهمش انا علاش كنضرب تماره ديال الدنيا والعالم والفلوس الله يستر ما كاينينش بزاف. عاونيني بغيتك تبداي تخدمي معايا باش ان شاء الله نروج القضيه ديالي. بغيت نعرف شنو الحوايج اللي نقدر ندير باش نروج القضيه ديالي. كنقولهم بلاتي خلاتها دنيا بوطازوت فرانيا الفيراري. اجي بعدا جاوبني على هذا السؤال، شنو هو الا كان الفلوس صديق كيفاش غادي توصفوا ليا؟ اش غنقول لكم؟ العجائب والغرائب كنسمعها في العياده، ويلي ويلي وسخ الدنيا، الله يجعلو في جيبي ما يكونش في قلبي، يا لطيف نحكار فيمشي عند انا يحكرني ويمشي عند الاخرين يبرعهم، هوا جاي هوا غادي بحال الله يستر الشمس، مره يظهر في حياتي مره يغبر. هاد الاسئله اللي كنطرح كيعطيني واحد لانديكاسيون مهمه اللي هي شنو هو البلوكاج اللي عند الشخص من ناحيه الفلوس. حيت لا يعقل انت عندك دي بلوكاج من ناحيه الفلوس وعندك شي اعتقادات المفلتين على ود الفلوس وكتمنى اشنو يوصلك لجيبك، والله لا وصل. دونك كنبدا معاهم جينيرالمون الخدمه قبل ما كنبداو على المشروع ولا على الخدمه ولا على لوغمونطاسيون على الهدف اللي بغا، كنخدمو دابور على اشنو هما الاعتقادات المفلتين اللي عنده وكيفاش نبدلوهم. دابا عندي لك واحد السؤال، ايوا اجي قرب شويه من ليكرون. الا انت عندك الفلوس كنتي توصفو ليا بحال شي صديق، كيفاش غادي توصفو؟ ايوا خلي ليا لي الأجوبة ديالك في ان كومونتير، جو سري كوريوز دو لي لير. كانت معكم ناهد رشيد، هذا هو، الله يحفظكم. عجبتك لا فيديو؟ ايوا ما فيها باس، ام تي بوس باش نعرفها بما عجبتك، خلي لي ان كومونتير باش نجاوبك. احسن حاجه تقدر دير هي ابونتوا باش ما تفلت والو.